الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. أحسين هذا أنت قد حققته، أحسين، أحسين هذا أنت قد حققته، أشغلت فكر العالمين جميعا. أحسين هذا أنت قد حققته، أشغلت فكر العالمين جميعا، أشغلت فكر العالمين فعلا والله، أشغلت فكر العالمين جميعا. حقا تمور لك السماء تفجعا، تستاهل، حقا تمور لك السماء تفجعا، وتسيل من حدق النجوم دموعا، وتسيل من حدق النجوم دموعا، فتضج أملاك السماء لقتلي. اليوم مات الأنبياء جميعا. شو تقول الملائكة عليك يا أبا عبد الله؟ فتضج أملاك السماء لقتله. اليوم مات الأنبياء جميعا. اليوم حق محمد في آله. اليوم حق محمد في آله. ما بيننا كثت العهود أضيعا. اليوم حق محمد في آله، في آله، ما بيننا كثت العهود أضيعا، أضيعا. اليوم قد قتلوا النبي وغادروا الإسلام يبكي ثاكلا مفجوعا. هذا كل الملائكة تقوله بقتل الحسين. اليوم قد قتلوا النبي وغادروا الإسلام يبكي ثاكلا مفجوعا، مفجوعا، مفجوعا. بعد اليوم من إسقاط فاطم محسنا، شنو صار؟ اليوم من إسقاط فاطم محسنان سقط الحسين عن الجواد صريعا. اليوم من إسقاط فاطم محسنان سقط الحسين عن الجواد صريعا. يا بعد اليوم جردت الأعادي سيفها، وش صار؟ اليوم جردت الأعادي سيفها، فغدا به رأس الحسين قطيع. اليوم جردت الأعادي سيفها، سيفها، فغدا به رأس الحسين
قطيعا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ونحن في ليالي رسول الله صلى الله عليه وآله. تفتولي أيها الأحبة، والبارحة كان كلامي عن نافذة من نوافذ القرآن الكريم على معرفة مقام من مقامات الخاتم والخاتم محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين. عنوان من عناوين رسول الله وما يترتب على ذلك العنوان. بس التفتوا لي، عناوين النبي وآل النبي في القرآن كثيرة أيها الإخوة، كثيرة كثيرة. أصلاً في آية واحدة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شنو؟ شاهداً. هذا عنوان. بعد: ومبشراً. هذا شنو؟ هذا عنوان ثاني. بعد: ونذيرا. هذا عنوان ثالث. أربعة: وداعيا إلى الله بإذنه. بعد: وسراجا منيرا. وهذا عنوان آخر. شوفوا كم عنوان، كم عنوان. هاي كل عنوان يحتاج إلى بحث مفصل. هاي كلها في الخاتم صلى الله عليه وآله، عناوين النبي في القرآن بسعة آيات القرآن. تفتولي، أنا اختاريت عنوان من هذه العناوين. شنو هذا العنوان؟ عنوان أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو أسبق السابقين إلى الله. وإذا كان أسبق السابقين فهو أقرب المقربين إلى الله. زين، هذا ماذا يترتب عليه؟ البارحة بدينا بالبحث حتى أصل للسابقين. زين، ايش قلنا البارحة؟ خلي اخذ فد دقيقتين ثلاثة، ماكو مانع، للزوار اللي ما كانوا البارحة حتى لما اكمل الليلة الكلام يكون واضح ان شاء الله. بالكم يمي؟ زين، البارحة قلنا الله خلق عدة مخلوقات، من مخلوقاته الملائكة، وقلنا الملائكة بمراتب متعددة ولكن قسم واحد، كلهم معصومين يطيعون الله لا يعصون الله ما امرهم. قلنا من مخلوقات الله الجن، والقرآن قسمهم بالتقسيم الثنائي الطبيعي، الجن منهم مسلم ومنهم كافر، وجبنا آية ذلك من القرآن الكريم. وقلنا أن التقسيم الطبيعي هو التقسيم الثنائي، صحيح؟ وجبنا أمثلة، هذا حق هذا باطل، قلنا هذا هدى هذا ضلال، موتشي هذا جنة ذاك شنو نار، تقسيم ثنائي، شيء ثالث ماكو، إنسان لا بالجنة لا بالنار، وين يودوا؟ لو جنة لو نار، تقسيم ثنائي، لو زين لو مو زين، شيء ثالث ماكو، لو مهتدي أو ضال ماكو شيء ثالث، لو حق أو باطل ماكو شيء ثالث. هذا التقسيم الثنائي طبيعي. قلنا من أعظم مخلوقات الله الإنسان، هنا كلامنا باعول الإنسان. زين، الإنسان ينطبق عليه تقسيم الملائكة الواحد يو تقسيم الجن الثنائي. شو تشوفون؟ تقسيم الجن الثنائي، لأن الإنسان بي مسلم وبي شنو؟ بي كافر، بي مؤمن وبي شنو؟ كافر، بي موحد وبي شنو؟ مشرك، صحيح؟ الغريب أن القرآن الكريم في عدة سور من سوره يقول الناس مو على قسمين، وهذا التقسيم الطبيعي، يقول الناس على ثلاثة أقسام، وهذه مسألة غريبة. شلون على ثلاثة أقسام؟ شلون على ثلاثة أقسام؟ البارحة بدينا بقراءة الآيات بسورة الواقعة، طبعا أكو بعد تقسيم بسورة فاطر الليلة راح أوصل له. البارحة بدينا بالواقعة وأشرنا بعض الإشارات وتكلمنا في بعض الأمور. اتضحت فكرة البحث يا ولا؟ زين، ليش القرآن سوى الناس ثلاث أقسام؟ البارحة قرينا عليكم بعض الآيات، قلنا القرآن سوى الناس ثلاث أقسام، مع أنه أصحاب القسم الثالث من أصحاب القسم الأول اللي هم أصحاب اليمين. أصحاب اليمين
السابقون اللي هم قلنا يمين شمال سابقون بسورة الواقعة صحيح. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. طبعا الميمنة من اليمن إخواني، ميمنة منين؟ من اليمن، اليمن والبركة والعطاء. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب والسابقون. صارت ثلاث أقسام، والسابقون، السابقون من أصحاب القسم الأول اللي هم أصحاب منه الميمنة. خو القرآن ليش يقول وكنتم أزواجا ثلاثة؟ المفروض اثنين، ليش ثلاثة؟ يظهر صح هم من أصحاب القسم الأول ولكن هم أصحاب القمة، أصحاب الرفعة، أصحاب الجمال والجلال، أصحاب العظمة، ولهذا الله ما يخليهم مع أصحاب القسم الأول وإن كانوا هم من أصحاب القسم الأول، ولكن يريد يميزهم، يريد يخصهم. واضحة الفكرة؟ يريد يميزهم، ولهذا قال أصحاب ميمنة وأصحاب مشأمة وبعد والسابقون. السابقون من أصحاب الميمنة ومن أصحاب اليمين، يقول صح بس دول لهم مكانتهم الخاصة، السابقون لهم منزلتهم الخاصة، لهم مكانهم الخاص، لهم درجتهم الخاصة، كون تخصوهم بالذكر. وهذا ما يفعله أتباع آل البيت، يخصون أهل البيت والأنبياء والأئمة بالذكر لهذا السبب. هذا قلنا الأمر الأول إن نستفيده. أمر ثاني هم بيناه البارحة حتى أبدي بالجديد الليلة. الأمر الثاني اللي بيناه قلنا مو بس هاي النكتة، أكو شيء ثاني للتقسيم الثلاثي. شنو الشيء الثاني؟ قلنا سورة الواقعة وفاطر تريد تقول وآكد الأنبياء كما سآتي بعد ذلك، تريد تقول موعولي، تريد تقول، تريد تقول أيها الناس على أساس الاعتقاد بأصحاب القسم الثالث اللي هم منو؟ سابقون. يكون الإنسان إما من أصحاب القسم الأول أو من أصحاب القسم الثاني. فباعتقادك وباتباعك للسابقين تكون من أصحاب اليمين، وبتركك لهم واستكبارك عليهم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في ها. إذن بتركك لهم واستكبارك عليهم تصير من أصحاب الشمال والمشأمة. إذن الأصل منه، المعيار منه، هؤلاء السابقون. طبعا هسه بعدين أجي إلى تشخيص اليمين وتشخيص الشمال وتشخيص أهل السبق، هذا كله راح نجي قرآنيا سنثبته قرآنيا. البحث طويل شوية بس أحاول. زين، هاي الآيات بيناها، الدور بينا آية أخرى، آيات أخرى أيضا بالواقعة، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وضع منضود وظل مندوب، يقول أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم. ثم تقول ها صار اثنين، فأما إن كان من المقربين ثلاثة فروح وريحان وجنة نعيم. وأما هنا البارحة توقفنا نبدي، وأما إن كان من أصحاب اليمين قسم الأول فسلام لك من أصحاب، بينا فسلام أتباع آل البيت أهل السلام والسلم. ادخلوا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، قال السلم ولايتنا، نحن أهل السلم والسلام. زين، فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان باوعوا لي أصحاب اليمين سلام، وأما إن كان من المكذبين الضالين. المكذبين الضالين يعني منو؟ أصحاب الشمال. بالتقسيم الثلاثي أصحاب الشمال يعني اللي ما يقبلون ولاية منه، ولاية السابقين. موتي القرآن الكريم يقول ذولا مكذبين وبعد ضالين لأن تركوا الصراط المستقيم. حكي واضح هي، بس أنت شو تفهم؟ اهدنا الصراط المستقيم، معصوم مستقيم، صر مهدي هادي، اهدنا هداية، شوفوا اهدنا، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، هداية مو ضلال، هداية. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، الذين أنعم الله عليهم منه أهل السبق.
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، دول السابقين، والصديقين، أنبياء أئمة حجج. مريم صديقة، أمه صديقة، صدق به الذي جاء بالصدق رسول الله وصدق به، وهو علي، وصدق صديق. من المؤمنين رجال، جاوبوني، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر إمامنا. وما بدلوا، ليش ما بدلوا تبديلا؟ معصومين، صراط مستقيم، معصومين، وما بدلوا تبديلا، معصومين. شوفوا ذول السابقين. إذن الصراط المستقيم، صراط الذين عمت عليهم، من النبيين والصديقين والشهداء، الشهداء على الأعمال، والصالحين الكمل، اللي رجل بمستوى يوسف يقول وألحقني توفني مسلما بعد، وألحقني بالصالحين، وألحقني بالصالحين. يوسف نبي ابن نبي ابن نبي يطلب من الله أن يلحقه بمن؟ إذن هذا مقام عادي ومقام عظيم اللي يوسف يطلب من الله أن يلحق به. شو تقولون؟ إذن هذا مو مقام عادي أيها الإخوة، إذن هذا مو مقام عادي اللي يوسف يطلب من الله اللحوق به، هذا مو مقام عادي. هو من الصالحين. فإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، تظاهر على النبي، فإن الله مولاه وجبريل بعد، وصالح المؤمنين، صالح المؤمنين، أجمعت التفاسير أنه علي سلام الله عليه، صالح المؤمنين، ذول الصالحين اللي يوسف يطلب من الله اللحاق بهم. باوعوني تفتوني. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، شنو؟ أن الأرض، كل الأرض، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، الإمام المهدي والأئمة بالرجعة من بعد الإمام المهدي، صالحون. يوسف يقول له وألحقني بالصالحين. الله 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 الله. فلما يقول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ذول صراط الذين أنعمت عليهم بعد، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القرآن الكريم هنا يقول الضالين المكذبين هم أصحاب الشمال اللي ما اعتقدوا بأصحاب القسم الثالث اللي هم السابقين، ولو اعتقدوا لأصبحوا من أصحاب. اقراها المعادلة عدل، اقراها عدل، شوف القرآن شو يسوي. يقول فأما إن كان من أصحاب، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أرض. ما يخوفون أصحاب اليمين، عمرهم ما ظلموا أحد، عمرهم ما اعتدوا على أحد، سلم وسلام أصحاب اليمين اللي اقتدوا بالسابقين المقربين. وأما قدام أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين الذين ضلوا عن صراط السابقين المقربين، تركوا هذا الصراط ومشوا برا صراط آخر يبغونها عوجا، مو صراط مستقيم اللي هو صراط المقربين السابقين، يبغونها عوجا. القرآن يقول ذولا مكذبين ضالين. أنت الضال كل يوم تتبرأ منه في صلاتك أو لا تتبرأ؟ ها؟ تتبرأ؟ تقول غير المغضوب عليهم بعد؟ كل يوم تطلب من الله أن لا يخليك بهالمصيبة هذه، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القرآن الكريم يقول وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين. لا علم اليقين ولا عين اليقين، وإنما هو ماذا؟ حق اليقين. وحق اليقين هو آخر درجات اليقين،
ولما هذا بحث أنها مطارها على المنبر، لما نتكلم عن اليقين هذا بحث قرآني خطير جدا، مو سهل مو سهل. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إبراهيم وليكون من الموقنين، هذا حش ثقيل. مقام اليقين في القرآن مقام ثقيل الوزن، ما يعطى لسوقة الناس، يعطى لعلية القوم. من تقولكم زرت الحسين، ايش قلتوا له؟ وأطعت الله ورسوله، كملوا. هذا مقام مو سهل، حتى أتاك اليقين، مو مقام عادي هذا. إبراهيم وليكون من الموقنين. القرآن الكريم يقول هذا التقسيم الثلاثي هو حق اليقين، لو يمين باتباع السابقين، ترك السابقين مكذبين ضالين شمال. زين، هسه أريد أجي إلى هسه هذا أرجع له بعدين حتى أبين هوية اليسار، هوية اليمين، هوية السابقين، وأقف عند السابقين لأصل إلى أسبق السابقين وسيد السابقين رسول الله العظيم صلى الله عليه وسلم. إخواني خلي شوية ألملم البحث، هسه احنا بعدنا بالواقع، الآن نريد ننتقل الفاطر. الواقع تقول أصحاب ميمنة ومشأمة ويمين وشمال، الشمال مكذبين ضالين وسابقين، اتفقنا أو لا؟ خلنا ننتقل الفاطر نشوف هم هذا التقسيم الثلاثي موجود يوم موجود في سورة فاطر. بسم الله الرحمن الرحيم، باوعولي. ثم أورثنا الكتاب، يا كتاب القرآن، ثم شنو؟ أورثنا الكتاب، بعض الكتاب يو كل الكتاب، نصف الكتاب، قال الذي عنده علم من الكتاب هنا لا، ثم أورثنا الكتاب كل الكتاب بكل ظواهره وبطونه، ظهوره وبطونه وتخومه وحقائقه. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وراثة الكتاب مو لعموم المسلمين أو الناس، وإنما لدائرة أصحاب الاصطفاء والاجتباء اللي هم بالتقسيم الثلاثي منه رقم واحد لو اثنين لو ثلاثة، ها ثلاثة سابقين رقم ثلاثة، دول أهل الاصطفاء أهل الاجتباء. ثم أورثنا الكتاب، ولهذا أهل البيت يقولون القرآن كله ما يعرفه غيرنا، كله بكل حقائقه بس إحنا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، مو عموم الناس، الذين اصطفينا. زين، الدور الآية تعلق على قوله من عبادنا، أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من العباد. القرآن الكريم يقول أما العباد فعلى ثلاثة أقسام، يعني التقسيم ثنائي وثلاثي أم ثلاثي؟ زين، شنو أقسام العباد؟ شوف، فمنهم يعني العباد اللي اصطفينا قسم منهم لوراثة الكتاب، فمنهم ظالم لنفسه. هنا أنا ظالم لنفسه يعني منو؟ أصحاب المشأمة، بعد أصحاب الشمال، هذا واحد. اثنين، ومنهم مقتصد العباد، مقتصد منه أصحاب اليمين والميمنة. إذن العباد أصحاب مشأمة وأصحاب شنو؟ ويمين. بعد، ومنهم سابق بالخيرات، دول منهم السابق بالخيرات، السابقون السابقون، أولئك المقربون. ومنهم سابق بالخيرات، وعلى أساس السبق بالخيرات وعلى أساس السابقين بالخيرات الذين سبقوا الناس، قسم يصيرون من أصحاب يمين اللي هم المقتصد، وقسم يصيرون من أصحاب ماذا؟ شمال اللي هم ظالم لنفسه كما يعبر القرآن الكريم
اللي هم في سورة الواقعة المكذبين الضالين الذين نتبرأ منهم ومن أعمالهم وأفعالهم في صلاتنا كل يوم، ولولا ذلك تبطل الصلاة. صلاة من سورة الحمد مقبولة أو ما مقبولة؟ ما مقبولة. وسورة الحمد سورة ولاية وبراءة. واضح الكلام؟ زين. هسه الآن أريد أجي إلى هذه الآيات، بس التفتوا لي. الآن أريد هوية أصحاب القسم الثاني اللي هم في سورة فاطر صاروا الأول، فمنهم ظالم لنفسه، ومن ثم هوية اليمين، ومن ثم أصل إلى قلب البحث اللي هو أصحاب السبق السابقون السابقون أولئك المقربون. ومن ذلك أروح للنبي صلى الله عليه وآله وسبق النبي وأهمية سبق النبي وآثار سبق النبي وبشنو سبق النبي صلى الله عليه وآله، لندخل بتفاصيل كل ذلك قرآنيا حتى نفتح نافذة على معرفة رسول الله من خلال القرآن الكريم. إخواني، أما أصحاب الشمال اللي في سورة الواقعة مكذبين وضالين، من هم؟ شنو صفاتهم؟ كيف نعرفهم؟ يقول القرآن الكريم: واحد، ومن يتبدل الكفر، الله 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 الله، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. إذن أول خصوصية من خصوصيات أصحاب الشمال المكذبين الضالين أنهم يبدلون الكفر بمن؟ بالإيمان. وقد قال رسول الله في حديث ورد في كتب الشيعة وغير الشيعة لما برز علي إلى عمرو بن عبد ود العامري، قال: برز من لمن؟ برز الإيمان كله إلى الشرك كله، كل الإيمان علي سلام الله عليه، كما قال سيد السابقين رسول الله صلى الله عليه وآله. هنا الآيات تقول: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل. إذن أصحاب الشمال المكذبين الضالين أول خصوصية من خصوصياتهم أنهم بدلوا شنو بشنو؟ الكفر بالإيمان، حتى نعرفهم. تفتوا حتى نعرفهم، هذا واحد. اثنين، ومن يشرك بالله فقد ضل سواء السبيل، الشرك أيضا ضلال وتكذيب وأصحاب شمال. ثلاثة، ومن يكفر بالله تقول الآيات فقد ضل. وانت كل يوم صلاتك تقول غير المغضوب عليهم ولا ال... يا أخي حتى تعرفهم ذول الضالين أصحاب الشمال تعرفهم. احنا مو بس بالصلاة نحكيها، غير نفهم منو من هم ذول الضالين في القرآن. هسه لحد الآن صاروا كم مورد؟ ثلاثة، اللي يتبدل الكفر بمن؟ بالإيمان. بعد أصحاب الشرك، بعد أصحاب الكفر. أربعة، ومن هاي تشمل حتى المسلم، وحتى المورد الأول يشمل حتى المسلم إذا بدل الكفر بالإيمان، باعتبار الإيمان فوق الإسلام. إخواني، ما ساي أبحاث مفصلة أنا طارحها. مسلم مو مؤمن يصير، مسلم مو مؤمن، مو مؤمن، بس المؤمن لازم شي يكون مسلم، بس مو بالضرورة المسلم يجب أن يكون ماذا؟ مؤمن. لا، شوف هاي، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل، حتى لو مسلم، ولكن يعص الله وشنو؟ ورسوله، ويستمر على المعصية شنو؟ يعني المعصية تأخذه. شلون الآية تقول اللي استشهدت بها السيدة زينب بخطبتها: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، يعني ارتكبوا الذنوب فوق الذنوب وما تابوا، أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. لما كذبوا واستهزأوا يعني ظلوا، يوم ما ظلوا ظلوا، وإن كانوا مسلمين، مسلم يعاصي شنو الفائدة؟ صار ضال. هذا المورد الرابع. خمسة، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء حتى وإن كنت مسلم، لكن يخلي الكافر وليا من دون المسلم مثلا،
إلى أن تقول الآيات ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. حتى وإن كان مسلما يتولى الأعداء ويقدمهم على المسلمين هذا شنو؟ ضال من أصحاب الشمال. وطبعا هسه هاي الأمور الخمسة كلها تصير بترك السابقين. ولهذا حتى هنا لكم نقطة ما أدري قرآنية أقولكم بها. ولهذا علمائنا شو يقولون؟ يقولون الهداية على ثلاثة أقسام. طبعا ما راح أدخل بالتفاصيل بس أشر باوعولي. يقولون الهداية على ثلاثة أقسام. أكو عندنا هداية تكوينية عامة وهاي كل إنسان موجودة به، كل إنسان، كل مولود ولد على الفطرة هداية تكوينية عامة. يعني الإنسان يجي للدنيا يدري أكو رب إله، بجبلته يدري، بفطرته يدري، هاي هداية لو مو هداية؟ هداية. وغير هذا المورد، هاي الله غرزها بفطرة كل إنسان، كل مولود ولد على الفطرة هذه صبغة وجبلة. هاي ثلاث مفردات قرآنية مهمة، صبغة، فطرة، جبلة، هاي ثلاث موارد وردت في القرآن في نفس هذا المعنى. هاي هداية تكوينية عامة. أكو هداية تشريعية اللي صاحب الميزان يسميها هداية إراءة الطريق، وهي هداية الأنبياء، إراءة الطريق. أكو هداية تكوينية خاصة مو عامة صاحب الميزان يسميها هداية الإيصال إلى المطلوب، وهي هداية الأئمة السابقين. ولهذا أقول باتباع الأئمة ذني ما يوقع به الإنسان السابقين، لما يتركهم يوقع بذني الخمسة، لأن هدايتهم هداية الإيصال، إيصالية، إيصال إلى المطلوب، مو فقط حتى إراءة الطريق كالهداية التشريعية الثانية. والله ما أريد أتعبكم هاي العبائر بس هي مفيدة ومهمة. هذه هوية أصحاب الشمال. دخل أكمل بسرعة أوصل للسابقين. إيش عندي أصحاب الشمال؟ أما هوية أصحاب اليمين فالقرآن وثقها بثلاث أماكن. المكان الأول في الحياة الدنيا، فلا اقتحم العقبة إلى أن تقول فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، إلى أن تقول أولئك أصحاب الميمنة. ذولا أهل الخير، أهل الإنصاف، أهل الحلال والحرام، أهل ترك المحرمات وإتيان الواجبات، أهل قضاء حوائج، أهل 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 مساعدة الفقراء، أهل إطعام الجياع، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا، إلى آخره. آخر شيء الآيات شو تقول؟ أولئك أصحاب الميمنة، مو أصحاب الذبح والقتل وهتك الحرمات وهتك الأعراض وتفجير الشوارع وهدم المساجد والمدارس والحسينيات والأسواق والكنائس والبيوت والشوارع. شنو من دين هذا؟ شنو من دين هذا؟ ذولا أصحاب مشأمة، ميسرة، أهل يسار، ذولا شمال مو أهل يمين، اللي يخدمون ويقدمون. القرآن الكريم يقول أولئك أصحاب الميمنة، هاي في الدنيا. بعد القرآن لاحق أصحاب الميمنة في البرزخ. إخواني كلكم أصحاب ميمنة إن شاء الله، هاي مهمة المعلومات خلوها ببالكم. في البرزخ وين؟ هاي قرناها قبل قليل. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، هاي في الدنيا والبرزخ. بعد في الآخرة، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، هاي بالآخرة. إذن هو في الدنيا أبو خير وبركة، في الدنيا وما بعدها في البرزخ أبو سلام ومحبة، في الآخرة أبو سرور وراحة. ذولا أصحاب اليمين اللي اتبعوا السابقين. أما ذولاك شركوا كفروا ضلالوا البيناهم نستجيروا بالله. زين
الآن وصلنا إلى أهم مورد في البحث. أصل البحث هذا، هاي كلها مقدمات. أما القسم الثالث اللي على أساسهم يكون الإنسان من أصحاب اليمين أو من أصحاب ذولا، منو؟ هنا أنا أكو شبكة قرآنية أريد أفتح خيوطها خيط خيط. لكم خلق تتابعوني وتتعبون، سايروني لا تتعبون. قصة ماكو، هسه أنا أتمنى تجيني قصة حتى أسولف بيها، أتمنى والله. لأن هنا أنا أكو أربع خيوط أريد أركز عليهم حتى نعرف من هم السابقون اللي هم الأساس. خل أقرأ لكم هاي الآيات. والسابقون السابقون، نرجع للواقعة، أولئك المقربون في جنات النعيم. يا آخر ذولا منو؟ يقول القرآن الكريم، باعولي، ثلة من الأولين وقليل من ال. هنا راح ندخل بشبكة قرآنية. ذولا السابقين في جنات النعيم، ثلة من الأولين، وبعد لا مو ثلة، وقليل من الآخرين، باوعولي زين. هسه هنا صار عندنا أربع أمور أريد أفك خيوطهن. الأمر الأول، الأولون اللي سابقين ثلة من الأولين، هذا واحد. اثنين، الثلة. ثلاثة، الآخرين. أربعة، القليل من الآخرين. صحيح يا ولا وياي؟ القرآن يقول السابقون ثلة من الأولين وقليل منين؟ زين هم منو الأولين ومنو الآخرين حتى نعرف الثلة والقليل؟ صار عندنا أربع أمور. واحد، إخواني، أما الأولون فهم الأمم المحجوجة بالأنبياء والأوصياء والحجج. كل الأمم التي سبقت أمتنا الإسلامية هاي كلها أمم محجوجة بالأنبياء والأوصياء أو غير محجوجة؟ شو تشوفون؟ محجوجة. يعني الله ترك أمة من دون حجة أو لم يترك؟ ها؟ ما ترك. هاي الأمم اللي سبقتنا من قبل الأمة الإسلامية إلى آدم عليه السلام، إيش قد أكو أمم؟ كثيرة أو قليلة؟ كثيرة. هاي كلها القرآن شو يعبر عنها؟ ها، الأولين، ثلة من الأولين، السابقون ثلة من الأولين. الثلة هي الجماعة الكبيرة من الأولين. يعني عيسى وأنت صاعد الآدم، جماعة السابقون المقربون، جماعة من الأولين، جماعة كبيرة. خو طبعا كبيرة، لأن احنا عندنا الأنبياء مية وش كثر؟ 124,000 نبي. طلع منهم الخاتم، باعتبار الخاتم بالثلة من الأولين الكلام مويا صلى الله عليه وآله، فش قد يبقون الأنبياء؟ ها؟ إيه؟ يعني كثير. هاي بس الأنبياء. زين وأوصياءهم؟ آدم كان عنده وصي، هبة الله، موتي. عيسى عنده وصي، شمعون. موسى عنده وصي، هارون. صحيح، كل نبي عنده وصي. زين الأنبياء وأوصياءهم، وهسه مو هذا طارح سابقا على المنبر، على متابعيته على الفضائيات، والحجج. تدرون هذا والله طارح، يعني مشكله الطرحه مره ثانيه تقول لك طرحنا، ما الطرحه الناس خاف ما سامعته يقول لك هذا ايش قاعد يحكي. شنو الفرق بين انبياء ائمه حجج؟ انا مبين ان المقام الالهي ثلاث اقسام به: انبياء، ائمه حجج. اكو ناس لا انبياء لا ائمه، هم حجج، كمريم لا نبي لا امام، حجه، وامه صديقه، وجعلنا ابن مريم وأمه آية. الإمام الصادق يقول آية يعني حجة. فاطمة حجة يا مو حجة؟ حجة، هي لا نبي لا إمام، حجة. كلنا حجج الله على الخلق، وأمنا فاطمة شنو؟ حجة علينا، يعني حجة على الأئمة. حجاية كبيرة، هي لا نبي لا إمام، حجة. مثلا الخضر، 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 هل أتبعك؟ موسى يقول له هل أتبعك لا نبي لا إمام، مثابته لا نبوته لا إمامته، حجة.
ذو القرنين ما ثابته لا نبوته ولا شنو ولا إمامته. كذلك واضحة الفكرة ولا؟ زين، الأولون الأمم عاد ثمود غيرهم، القرآن ايش قد ذكر أمم ذول الأولون؟ القرآن الكريم يقول السابقون ثلة من الأولين. الثلة منو؟ الحجج على الأولين اللي هم أنبياء أئمة حجج. ذول القرآن الكريم يقول شنو؟ سابقون، وهم جماعة كبيرة منين؟ من الأولين. زين بعد سابقون وقليل من الآخرين. الآخرين منو؟ ها؟ أمتنا، أمتنا. وقليل من الآخرين، الآخرين رسول الله فما بعد إلى قيام الساعة. ذول القرآن شو يسميهم؟ آخرين، آخرين ذولا. القرآن الكريم يقول السابقون جماعة كبيرة من الأولين باعتبار من آدم العيسى وأوصياءهم، جماعة كبيرة. وقليل من الآخرين، 14 قليل ومو قليل، شو تشوفون؟ قليل بالنسبة للأولين الأنبياء من آدم العيسى وأوصياءهم هواي، ولهذا يقول ثلة من الأولين جماعة كبيرة. أما 14 نفر قليل من الآخرين، ذولا منو؟ السابقون، السابقون أولئك المقربون. ثلة من الأولين قليل، 14 نفر من الآخرين ذولا سابقون، وهم محمد وآله الطاهرين. هذه أربع أمور قرآنية مرتبطة بالسابقين، الآن بينتها: أولون ثلة، آخرون قليل. أتمنى على المسلمين أن يفهموا القرآن الذي يتلونه، أتمنى أن يفقهوا القرآن، أن يعرفوا القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون، تدبروا القرآن، لن تنقضي عجائبه. يقول العظيم صلى الله عليه وآله: ظاهره أنيق باطنه عميق، له تخوم وعلى تخومه تخوم. مو بس تحفظ قرآن، مو بس تحفظ أحكام تجويد القرآن، هذا كله مهم، حفظ القرآن مهم، حفظ أحكام تجويده مهم، ولكن الأهم من كل ذلك ماذا؟ فهم القرآن، فقه القرآن. سيد العلم والعلماء جعفر ابن محمد يقول الصادق: حديث تدريه، حديث تدريه خير من ألف ترويه. حديث واحد تدريه خير من ألف حديث ترويه، وأنت لا تفهم حديثا واحد من هذا الألف. افهم لك واحد أفضل مما تحفظ ألف وأنت ما فاهم واحد. هذه معادلة في عالم المعرفة يبينها جعفر الصادق عليه السلام، عظيمة جدا. خلوني أقول لكم بعض الشيء، شوفوا دقة القرآن الكريم. القرآن شو يسوي؟ شوف، تتحملون أقول لكم بعض الشيء وياي؟ خلوا أوضح لكم بعد فكرة، شوفوا دقة القرآن الكريم، شوفوا دقة القرآن الكريم. لما أتكلم عن السابقين قال ثلة من الأولين، بعد 14 وقليل من الآخرين، لكن القرآن الكريم لما تكلم عن أصحاب اليمين، باعولي اللي هم صاروا أصحاب يمين باتباع السابقين اللي هم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، القرآن لما تكلم عن أصحاب اليمين قال قسم كبير من الأولين وقسم كبير من الآخرين، ولم يقل قليل من الآخرين كما هو الحال مع السابقين. ما أدري وصلت الفكرة أو ما وصلتها؟
دخل أقرأ لكم الآيات. ضعوا لي هسه آخر في وقتي راح. لما أتكلم عن السابقين العلية اللي علي يقول لا يرقى إلي الطير موتي، يقول الإمام سلام الله عليه ينحدر عني، ينحدر عني السيل لعلوه ولا يرقى إلي الطير. شنو من علو هذا؟ قمة قمة. يقول ثل من قليل من الآخرين. لكن لما يتكلم عن أصحاب اليمين الذين اتبعوا السابقين، شوف القرآن ماذا يقول. يقول فجعلناهن أبكارا، نساء الجنة، عربا أترابا، باوعولي لأصحاب اليمين. شوفوا من أصحاب اليمين؟ ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. هنا أنا بعد ما يقول وقليل من الآخرين، يقول ثلة من الأولين وبعد وثلة من الآخرين، هم جماعة كبيرة من الآخرين. الآن أتباع آل البيت قليلين لو بالملايين، تشوفون بالملايين. فيقول ثلة، هاي العرب الأتراب النساء الجنة لأصحاب اليمين اللي هم ثلة من الأولين الذين اتبعوا السابقين في الأمم الأولى، وثلة هم من الآخرين الذين اتبعوا القليلة من الآخرين. يقول هنا يقول ثلة وثلة، هناك يقول ثلة وقليل. شو العظمة هذه؟ شو يسوي القرآن الكريم؟ شنو هالدقة هذه؟ اللهم صل على محمد. شو يسوي القرآن الكريم؟ شو يقول القرآن الكريم؟ ولهذا أكو روايات عن آل البيت تقول إذا تردون تعرفون عرفون من خلال القرآن الكريم. ماكو واحد أعطى صورة ناس، ماكو شيء أعطى صورة ناصعة عنا مثل القرآن. عرفونا بالقرآن، وهذه معرفتهم بالقرآن. شوف قد دقيقة، شوف قد دقيقة. الفكرة الثانية وصلتها، اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين الذين اتبعوا السابقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اللي هم السابقين اللي هم المقربين. ولهذا نتقرب بهم إلى الله. ولهذا بآخر الجامعة باشر أكمل إن شاء الله، أكو بعد عندي نكات مهمة. ولهذا بالجامعة الكبيرة تقرؤون آخرها إن لم تخن الذاكرة، اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وآله لجعلتهم شفعائي، بس ما لقيت أقرب منهم لأن هم أسبق، هم القليل من الآخرين وهم أسبق السابقين صلوات الله عليهم أجمعين، وهم أقرب الخلق إليك، ما لقيت أقرب منهم إليك أخليهم شفعاء، هم أقرب الخلق إليك، ولهذا قدمتهم بين يديك. هذه العبائر مو اعتباطا في الجامعة الكبيرة، لا، كلمات قالها علي الهادي، كل شيء بمكانه، إمام معصوم صلوات الله وسلامه عليه. مع الأسف أمتنا بدل ما تتقرب بهم إلى الله، مع الأسف أبادت العترة الطاهرة، قتلت العترة الطاهرة، روعت ولوعت العترة الطاهرة. الله أكبر، أذوا آل البيت عليهم السلام. أريد نذب لنا دمعة بعد، بقى لي 10 دقائق، خلي نذب لنا دمعة على آل البيت. يا إخوان أنا كل ليلة أقولها وأعيدها، لأنه والله أستشعر هاي النعمة وأخاف على هاي النعمة، وحقكم أخاف على هاي النعمة، أخشى على هاي النعمة، لأن راحت منا لفترات من الزمن، راحت منا، فقمنا نخاف. والنعم تدوم بالشكر والمعرفة، أو بالمعرفة والشكر، بعبارة أدق، بالمعرفة والشكر. إحنا في حرم علي أمير المؤمنين، ما أدري إحنا نعرف هاي القيمة؟ إخواني أنتم في حوزة النجف الأشرف، نعرف هاي القيمة؟ إخواني نحن في النجف، النجف، لما أقول النجف والله لساني يكون عاجز،
النجف يعني العلم، النجف يعني الفقاهة، النجف يعني المعرفة، النجف يعني يقف الإنسان عاجز وهائر أمام عظمتها. أنتم على أرض النجف، نجف الفقهاء، نجف العلم، وقبل ذلك نجف أمير المؤمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نجف أنا مدينة العلم وعلي بابها، هذا باب العلم والفقه والفقاهة. هاي الشوارع الآن تمشون بيها بالنجف، كل شارع مر بيها فحول علماء الشيعة، أساطين علماء الشيعة، كبار علماء الشيعة. كل شارع من هاي الشوارع إذا سألوها بيها ذكريات ما يعلمها إلا الله مع الفقه والفقاهة والعلم والعلماء. هذه مدينة أمير المؤمنين. النفس هنا يختلف، الهوى هنا يختلف، كل شيء هنا يختلف. نعمة، إحنا بنعمة، يا رب ديم علينا النعمة، يا رب اجعلنا أهل لشكر هاي النعمة، يا رب لا تحرمنا من هاي النعمة بجاه أمير المؤمنين. إي والله. وبالنجف ونريد نبكي على الحسين، ويا مولى الموحدين إمام العارفين نريد نبكي على الحسين. زينب بعد هاي الأيام، زينب بدربها للمدينة لو أنا مشتبه، صحيح؟ زينب هالأيام وين؟ أنتوا سفركم انتهى وراح ترجعون، زينب سفرها بعده ترى. إيه؟ أنتوا استراحتوا، سبحتوا، خلصتوا المراسم مع زيارة الأربعين، ورجعتوا لفنادقكم ارتاحيت وجريتوا نفس، والآن تتهيئون تلمون غرافكم وترجعون سالمين إلى بلدانكم إن شاء الله، سالمين غانمين، إلى سالمين غانمين بمحمد وآله الطاهرين، بحوائج مقضية وذنوب مغفورة إن شاء الله. ها، وترجعون مرتاحين وكل واحد شايل ويا جبل من الحسنات بزيارة الحسين وأمير المؤمنين سلام الله عليه، وراح توصلون وكل شيء يخلص. أم الخدر سفرها بعد ما كمل يا ناس. أم الأرامل واليتامى 82 طفل، وطفلة بعد مبتلية بالأرامل واليتامى، والأرامل واليتامى بعدهم على النوق الهزيلة ورايحة بيهم المدينة الجدة. سفرها بعد ما خلص زينب، ضيمها بعد ما خلص زينب، لوعتها بعده ما خلصت زينب، براها طبت المدينة وبيت الحسين ودار الحسين. أويل عليك أم الخدر، شلون أقرأ عليك؟ ما أعرف أقرأ عليك، والله ما أعرف أقرأ عليك، ما أعرف، أحتار إيش أقرأ إيش أقول، يا طور أقرأ حتى أبتش الناس. إيه، ما يصير أقرأ وانزل وانت قلبك ما مكسور، شلون يصير؟ ما يصير، كون أكسر قلبك على الحسين. زينب لما رجعت للمدينة هواي اكو مصائب احنا حاكيها، بس اكو مصيبة شاعر كاتب ابيات انا بصراحة ما شفت واحد متطرق لها، ما شفت. شنو يقول؟ يا جماعة انتو دوم تقرون زينب من راحت للمدينة شافت اخوها بالطريق محمد ما عرفته، ما عرفها، وتبتشون الناس. اي صح، بعد قصة ام البنين وتبتشون الناس، صح. زينب طبت الدار الحسين وقام تتذكر أخويا قعد هنا، أخويا قام هنا، أخويا أكل هنا، أخويا نام هنا، وتبكي. هاي عمامة أخويا، هاي ملابس أخويا، وهاي تبكون الناس بيها، صح. لقاء زينب بالعليلة وبكاء وتبكون الناس، صح. لقاء زينب بأم البنين وتبكي الناس، صح. لقاء زينب بأم سلمة، صح. هذا كله بتشيتوا بيه الناس، بس اكو مصيبه انتم من بتشين بيها الناس. شنو يقول؟ زينب عدها بيت بالمدينه يوم ما عدها بيت. ترى صدق هاي حكايه صدق، يعني خو زينب عدها زوج وعدها بيت، وزينب عدها اولاد، اثنين منهم راحوا بكرمل، بس سمعتوا زينب جابت طاريهم؟ بالله عليكم سمعتوا زينب قالت اثنين وولادي راحوا؟ سمعتوا؟ أصلاً أولاد زينب أكو واحد يجيب لهم بالطاري، يجيبهم بالطاري.
زينب ما فكرت بأولادها ولا يم أولادها. زينب عندها واحد بالدنيا اسمه الحسين، وعدها واحد ثاني من بعد الحسين، منو؟ هم أخوها العباس. هذا الشاعر يقول زينب عدها بيت من كملت من دار الحسين، قالت الزين العابدين من رخصتك أشوف بيتي يا مولاي. أخذها وصلها لبيتها، وإذا بزوجها عبد الله ابن جعفر يقلها سولفي وسالت عيونه. هاي ما باش عليها، وأبيات أول مرة أقراها لأستاذنا محمد سعيد المنصوري رحمة الله عليه. يقول هسولف وسالت عيونه يا زينب هالمصاب الموت دونه، تقول له بالمجالس دخلونه. الله شو اسولف لك، شو اسولف لك يا عبد الله بن جعفر، شو اسولف لك، شو اسولف، صوتي بيبحى مبحوح، صوتي صدري حدوده، براسي شيب، قلبي شيب، مريضه انا مريضه. عبد الله بن جعفر اريد اموت انا، كربلاء قتلتني، كربلاء سلتني. تقول لابل، اقروا ياي، تقول لابل مجالس دخلونا، ونوبة امشي تراني ونوبة اعثار. ما اعرف امشي قدام زلم واطب المجلس بعد. يا ابن عمي وعلي اعظم مهانة، من رخصتك يا امير المؤمنين. يا ابن عمي وعلي اعظم مهانه، شنو؟ طبت بمجلسي زيدي ومجانه، اسمع الشطر الثالث، طبت بمجلسي زيدي ومجانه، ابن عمي وضرب راس الحسين بخيزرانه. خوش دمعة يا الله، أخذت منك دمعة الليلة، أخذت منك دمعة الليلة. شوفنا يا أمير المؤمنين، انظرنا يا أبا الحسن مروتك. يا ابن عمي وعلي أعظم مهانة، قروا ياي، طبت المجلس يزيدي ومجانه، وش سوى؟ وضرب راس الحسين بخيزرانه. هاي اكلف وشد من ذي جوا اكبر، اسمع هذا البيت، طبعا وقع يبكي وزوجته السولف له، زينب السولف له، يا ابن عمي بخرايب قاعدونا. اسمع يا امير المؤمنين، يا ابن عمي بخرايب قاعدونا، وشتم وجدنا وامنا وابونا. وشت موجدنا وامنا عيد حتى اقول الثالث، وشت موجدنا وامنا يا ابا، وماتت بالخراب وبنيت اخونا. يا ابا وما ماتت بالخراب وبنيت اخونا، والله بنيت اخونا، يا كلف وشد من ذي شو اكبر. عبد الله سمع الشوه، يا بنادى على العبد غلق الديوان، غلق الديوان، ولك سد الديوان يا بنادى على العبد غلق الديوان.
الوان عب على الهواشم والعدنان يا بوال عدنان زينب 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 سلبال سفيا يا بزي يا نبس اللبوغة سلبوغة لسفيا يا هاي مصيبة. أقرأ بيت الدعاء وقتي خلص. خل أقرأ لكم بعد بيت وأسألكم الدعاء. يقولون زينب عليها السلام لما رجعت وأم البنين التقت بيها وأم البنين ما عرفت زينب ودلوها على زينب، بعدين أم البنين تقلها يا زينب شو رقية ما شفتها، والله ما شفتها أخاف ويا البنات وما عرفتها. يا بأخاف على البنايا يا ايتم عرفتها زينب، والله ما عرفتها العليلة دوم تنشدني على اختها. يا بالعليلة دوم تنشدني على اختها لم زينب بعبره جاوبتها جاوبتها يما انا برض الشام يا يما دفنت، والله انا برض الشام برض الشام برض الشام يا يما ادفنت. هذا بيت الدعاء، هذا الدعاء. اي والله تقل للحرايم قرب اذن وحده بعد وحده عرفين عرفين متغيرات يا بعرفي اذن وقل لي سكينة يا هبيغن الله الله يا بقل لي سكينة يا هبيغن يا وزفة والف وزفة عليين قباض عيون مربى وليغ إلهي بمحمد وآل محمد صلي على محمد وآل محمد عجل فرج مولانا يا الله. هنا يستجاب الدعاء. أنتم في حرم أمير المؤمنين، صل على محمد وآل محمد واجعلنا من خدام إمام زماننا ومن المستشهدين تحت لوائه يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد واقض حوائجنا يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد واشفي مرضانا يا الله، لا سيما المنظورين منهم، ألبسهم ثوب الصحة والعافية يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، يسر أمورنا يا الله، اكفنا شر الأشرار كيد الفجار طوارق الليل والنغار بمحمد وآله الأطهار يا الله. اللهم احفظ مجاهدينا يا الله، سدد رميتهم يا الله، ثبت أقدامهم يا الله، انصرهم على عدوهم يا الله، اشفي جرحاهم يا الله، تغمد شهداءهم يا الله، عرف بين شهدائهم وبين الحسين وآل الحسين، إلى أمواتهم أموات شيعة أمير المؤمنين علمائنا الماضين خدام الحسين، نهدي إلى الجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.